السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. قبل صلاة الفجر تقريبا بساعة متجهين إلى هذا الجامع، لكن نشوف زحمة الناس ما شاء الله، زحمة كبيرة ما شاء الله. شوفوا الحرم يبعد عنا تقريبا مسافة ربع ساعة، لكن زحمة الطريق، زحمة الحافلات، زحمة ضيوف الرحمن، ما راح تقدر توصل هناك إلا وقد صلوا الفجر وصلوا العيد، لكن راح نصلي في هذا الجامع. بس شوفوا زحمة الناس ما شاء الله تبارك. طبعا ما كنت أتوقع هذه الزحمة، لكن شوفوا وين واصلة. لازم يجي الواحد معه كيس حلويات ولا كيس هدايا. لبس الحجازي دخل، الله أكبر الله أكبر.
الشارع زحمة. انتهينا من صلاة العيد، ما شاء الله نشوف التوزيعات وال... الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
الله شوفوا الزحمة وين واصلة وصفوف المصلين وين وصلت. كيف نتخارج مع هذولا؟ ما شاء الله تبارك الله، زحمة حتى نهاية الشارع، حتى الدائري الثالث. شوفوا ساعة مكة هذه. Thank you.
وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. طيب ما شاء الله، شوف الزحمة، شوف طبعا أغلبهم قد خرجوا بعد الصلاة لكن باقي الزحمة. ما شاء الله شوفوا الجامع وين بعيد، وشوفوا زحمة الناس كلها داخلة إلى هذه الأحياء.